من اقدم اللاعبين تشيلس بيكلي، هذه مباراه رقم 38 مع منتخب اثيوبيا، 8 اهداف سجلها، عمره 26 سنه. لا تمريرتك رائعة انت يا بيكيلي. نعم رائعة. اذا خرج بيكيلي سيتأثر كثيرا منتخب اثيوبيا. سلام سري أمامية عند بيكلي، بصوا بيكلي بقى أهو هيعدي عدى من حسام عاشور ويقول حديها لمين وما حدش بيضغط عليه وساب. ديمبي رايس وابن بلحي، تمريرتك رائعة،
انت يا بيكلي. نعم رايح. حوالي 11 دقيقة وادي بيكلي اهو يرقص ترقيصة بيلعب النهاردة، وادي اهو الراجل عنده لمسات، ولكن مش كل مرة الراجل اهو كل يعني عمل لمسات.